يوم رياضي للأيتام يأتي في إطار جهود الجمعيات الأهلية في رعاية الطفولة من الأيتام ودعم الأنشطة الرياضية لهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع بشكل بناء. بريد تتعمم ويبقى في أنشطة تانية، لأنه الأطفال دول وخاصة الأطفال الأيتام دي حاجة مهمة جدا أننا نرعاهم ونهتم بيهم، والرياضة دي حاجة مهمة جدا، لازم نهتم بهؤلاء الأطفال لأن هم دول يعني نسيج في المجتمع. نفسنا المجتمع المدني بقى كله مزيد من الدعم الحقيقة، لأن القصة كبيرة قوي والموال كبير قوي، وعايز دعم من كل فئات المجتمع ومن كل شرائح المجتمع. المشاركون في المهرجان الرياضي أشاروا إلى منح الفريق الفائز من الأيتام شهادات استثمار قناة السويس بهدف تعزيز الانتماء الوطني لديهم. دي بتنمي الحس الوطني عند الأطفال وعند اليتامى، وبتخليهم يحسوا أن حاجة زي دي ومشروع زي دوت مشروع قومي للبلد كلها، فينتمي للبلد أكتر ويحب بلده أكتر. تشجيع منهم أنهم يجوا يحضروا يوم رياضي يفرحوا فيه ويرفعوا فيه عن نفسهم ويشوفوا ناس جديدة ويعرفوا أخلاق رياضية جديدة، حتى نقضي على الشغف في الملاعب والكلام اللي بنشوفه ده كله، فده شيء كويس. بالإضافة للموضوع بتاع شهادة قناة السويس ده برضو تحفيز جامد من الناس تلعب كويس يعني. الأطفال الأيتام وصفوا كل هذه المشاعر بأنها تنسيهم يوم يتمهم وتشعرهم بحقهم في المشاركة في مجتمعهم. لازم الناس تهتم بالأيتام لأن هم ما بيكونش لهم قلب حنين إن هم يقعدوا له. يعني مثلا لما يكون والدي مثلا اتشال وراح مني وأنا عندي 5 سنين، ما بيكونش ليا مثلا روح إن أنا يعني أرتاح ليها. عندي الحمد لله والدتي بتساعدني كده، فلازم يكون عندي روح إن أنا أجي أشارك عشان أتمتع مع زمايلي. لازم الناس كلها تشارك في الرياضة وتدعم، ولازم الناس كلها يعني تهتم بمصر والرياضة تعليها، وبيكون في حاجات كتيرة مصر تعلى بيها. كفالة اليتيم حثت عليها كل الشرائع، وبها يتضح المجتمع في صورته الأخوية.